اليوم مع يونيتي موتور كومباني وكالي ام جي بلبنان عم نطلق سيارة لأول مرة عم تشوفوها ضمن أوتوفوكس. لونشينج رح يكون رائع على السيارة، رح تلاقي إقبال كتير كبير عم تشوفها أمامنا. ام جي جي تي، مين في غير جنان خوري اللي هي براند ريبريزنتيف لشركة يونيتي موتور كومباني تكون معنا. جنان مبروك أول شيء، إطلاق سيارة أنا برأيي رح تعمل ضجة كبيرة بالسوق أوريدي عالمياً، عم نطلعها نفس الوقت بأوتوفوكس وعالميا عم تنطلق كمان بنفس الفترة. صح، هيدي النيو بيبي عند ام جي. بلش نحكي عن ديزاين، يعني ديزاين كثير حلو اول شيء عم تشوفه مشاهدينا، وبما انه صارت السياره على الناحيه الخلفيه بدنا نحكي عن عن الانحناء الموجود صح. على سقف السياره اللي هو فاست باك سيدان، فاست باك سيدان مع لوك كوبي، وجاي بيلت ان كمان سبويلر الخلفي اللي اعطيها طابع رياضي عم تشوفه على الهود الخلفي. عم تشوف كمان المفلرز جايين بيلت ان كمان مع لون الكروم، وجانت السياره ملفت جدا كديزاين تو تون بين الاسود والسيلفر، اضافه للسايد فيو اللي عم نشوفها كمان. السياره بمواصفات كثير كثير حلوه مع الاشارات اكيد على المرايه، ولنوصل على اهم بارت واللي هو اجمل شيء هو الفرونت فيو. الفرونت فيو هون رح نشوف هلا بس تبرم السياره، الجريل تبعها كثير مميز، فليمينج جريل، فليمينج جريل يعني هيك مثل ديزاين النار كثير حلو، ودغري تحته في كاربون ليب كمان بيعطيها طابع مميز للسياره. فعلا عم تشوف الناحيه الاماميه قد ايه اجريسيف السياره، قد ايه بتحسوها سبورتي لوك جاهزه للتحديات. ديزاين ولا اروع للام جي جي تي 2022 عم نذكر، واللي عم تطلقها اليوم يونيتي موتور كومباني بلبنان وبنفس الوقت بالريجن بالمنطقه كلها عبر اوتوفوكس. لاحظين لون الفرش، على كل حال رح ننتقل للداخل معك جنان، لانه في كثير امور اساسيه حابين ندور عليها من جوا، ان كان اوبشنز ان كان تكنولوجي او ديزاين، خاصه للتابلو والكونسول وكل شيء. فتحة بالسقف كتير مهمة بالسيارة، بس الأهم من هيك قدي حلو السيارة من الخارج قدي أحلى من الداخل. يعني مشغولة ديزاين، أنا مش هناك قصتر فيها تفاصيل قبل ما ندخل عليها، قول قدي عن جد فيها ديزاين رائع من جوا، الفلوتينج كونسول على ميلة الدرايفر كرمال الكونفينينس أكتر وسيفتي كمان. وعنا هون الانسترومنت كلاستر، طالما انت عم بتسوق بتعطيك داتا عن السواقه، الهورس باور والتورك والاكسلريشن كله ديجيتال، كله كله فولان دي شيب، ستيتشينج بالاحمر، تو تون كمان بالجلد، سبورتي ديزاين، بادل شيفت طبعا، بادل شيفتر كمان اكيد، ستارت ستوب بتن. وعم تشوفوا كمان الفرش، عم بيبقى انه عم نشوفها مع زميل خليل 3 تون، عم تشوف فرش يعني بين الابيض البلانسال والاحمر والاسود مع ستيتشينج موجود وين ما كان. كنا عم نحكي شغله جنان كمان معك، كنا عم نقول كما بدي افرجيك الديزاين هون، هذا اسمه دايموند كات بيانو بلاك، شفته حلو؟ كثير حلو، كمان على التابلو الامامي، كونسول كمان مثل ما عم تشوفوا هون بنحط اغراض اللي بدنا اياها اكيد مع الجلد موجود بالاحمر والستيتشينج، جويستيك كمان الفيتاس اللي جاي بطابع عصري كثير، الكترونيك باركينج بريك، اوتو هولد. ديزاين المفتاح دائما ملفت عند ام جي، بيشتغلوا كثير على شكل المفتاح اللي بتشوفه كثير كثير حلو كشكل. سيارة قعدتها مريحة جدا، سبورتي كمان كقعدة، الفرش عم بيلقطنا كمان الكرسي على الجوانب، بتنضل ثابتين خلال القيادة مش بس للدرايفر لكل الباسنجرز. علامات عالية بتاخد، حلوة حلوة كشكل، حلوة كثير حلوة وكديزاين من جوا. بدنا نتابع حديثنا نحكي انجن سيفتي، واكيد بنعرف قد ايه سعرها اليوم لجي تي من ام جي بسوق لبنان. تابعين حديثنا عن الام جي جي تي الرائعه اللي بنذكر عم نطلقها لاول مره بلبنان عبر اوتوفوكس. سياره في منها 1 يونت بس اكيد في تست درايف عليها اليوم بالشركه اكيد، بس قبل بدنا نحكي انجن. بدنا نحكي انجن 1.5 لتر توربو تشارج، 166 حصان و240 نيوتن متر تورك، ممتازه كباور يعني، و7 سبيد دول كلتش الكترونيك شيفت، فيها كل السيفتي فيتشرز كلهم لا بي اس لي بي دي البريك اسيست كل شيء صح، وطبعا الاير باجز. قبل ما نحكي عن السعر بدي ارجع شدد عن الوارنتي، 6 سنين وارنتي او 200 الف كيلومتر، فيها كمان افتر سيل سيرفيس بتستفيدوا منها،
يلي هن 24/7 موبايل جراج بكل المناطق اللبنانية, 24/7 هوم سيرفيس والليت نايت سيرفيس. كمان عم نشوف شكل السيارة ونذكر على شغلة انه معمولة 65% من الحديد الصلب, يعني كمان هي بدنا نضيفها على السيفتي فيها جنان. وبما انه عم نشوف الرير, انا احلى شيء عندي بالسياره هن الاضويه اللادي اللي من ورا اللي انا بسميهم جودو لوميير افكت. ليش؟ لانه بس تدعس بريكنج بيعمل 3 دي ارو افكت, بتحس حالك على التراك. صحيح, اكيد هذا الشيء, انا هذا الشيء كثير بحبه. كل شيء له علاقه بالتراك, له علاقه بالسبيد, له علاقه بالبايكس كمان بخصك. طيب سعرها اليوم للام جي جي تي بالسوق اللبناني كيف رح تنطلق؟ باي سعر؟ الان بعد ما في منها الا 1 يونت بنذكر. صح, وبنرجع بذكر انه في بري اوردر عليها سجلة خاصة تحت بيتك ب 21500 دولار كاش. كمان سعر منافس جدا, كثير كثير كثير, كمان شاملة مع الفي اي تي والتسجيل وكل الامور. انا بتشكرك جنان على وجودك معنا اليوم. ما تنسوا تتابعوا كمان كل اخبار ام جي على السوشيال ميديا, ان كان انستغرام ولا فيسبوك. نحن بنلاقيكم اذا الارض بكره دائما بحلقه جديده وسياره جديده. الى اللقاء.